ما فضل ليالي العشر؟ ليالي العشر مثل ما ذكرنا الله عز وجل أقسم بها في كتابه، نعم. فقال وليالي العشر، وهذا يدل على شريف مقامها وعظيم منزلتها، فإن الله لا يقسم إلا بما له منزلة ومكانة، سواء كان زمانا أو مكانا أو عينا. نعم. كذلك من فضائلها أن الله عز وجل أشاد بها فقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، وكونه معلومات أي معلومات القدر والمكانة والمنزلة والشرف وعظيم الفضل. جميل. وأيضا مما يدل على فضيلتها ما في حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أحب إلى الله من هذه الأيام.